السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حضرتك؟ ده صديقي، ده اللي كان معايا، الأستاذ نبهان، ويبقى المحامي بتاعي. كمل. أكمل يا فندم؟ كمل، من عند الشوكولاتة. يا حضرة، موضوع زي هذا الشوكولاتة ما يتفوت. يا فندم، لو أنت قبضنا عليها عشان الشوكولاتة أدفع ثمنها. سعيد، أي شوكولاتة؟ أنا اللي أعرف لك ما تحب الشوكولاتة. كم واحدة أنت أخذت؟ واحدة، وكانت بالبندق، والحقيقة كان طعمها حلو أوي. أنا تعبت يا شيخ ماهر، قول لي إيش صار؟ أنا مخلي مفتاح السيارة عند علبة الشوكولاتة. قام فتحها بالريموت وأخذ الشنطة اللي فيها الفلوس 100,000 ريال، وأنا كنت رايح أوديها على البنك. طبعاً هو عارف إن الفيلا ما فيها كاميرات. يا فندم، الكلام ده ما حصلش. الشيخ بيتهمني زور. إيش معنى أنا يا شيخ؟ لأنك أنت الوحيد اللي كنت عندي. وأنا ما كنت إلا بالحالي، الشغالة طالعة من الصباح، وزوجتي وعيالي لهم يومين ما هم موجودين عندي. وأنا لما رجعت كانت معي الشنطة ما في إلا أنت سلمت عليك. أنت ليه تركت شنطتك في السيارة يا شيخ ماهر؟ نسيتها. أنا عندي مشاكل كثير بالشغل، جاني اتصال ومشيت ونسيتها. وغير كذا أنا موقف سيارتي قدام الفيلا، وفي أمن عند الكمباوند، والأستاذ هو مدير الأمن. مو معناها أني أترك الشنطة بالسيارة تنسرق، وهو الوحيد اللي شاف معي المفتاح. لما رجعت ما لقيتها. أنا ما أعرفش حاجة عن موضوع الشنطة دي فن. يا حضرة الضابط، الأخ سعيد لا يمكن يأخذ شيء ولا يمكن يسرق. الأستاذ سعيد أصيل وعند الشرف، ممكن يأخذ شوكولاتة، ممكن يقول أنه سبق واشتغل مدير أمن وهو خرطي لم يسبق له العمل، ممكن يزور شهادات خبرة، أما يسرق لا. الله يخرب بيتك، أنا بهيان خربت بيتي. ما اللي يعمل كل ده يسرق الشنطة؟ حضرتك المحامي حقه؟ رخصة المحامي لو سمحت. لا، ما معي رخصة محامي. نعم، ليه ما قلتليش عامل لك رخصة بالمرة بجملة التزوير؟ إثباتك. طال عمرك مثل ما قلت لك أنا صديقة. يعني أنت مو محامي، إيش تشتغل أجل؟ أنا ما أشتغل طال عمرك، أنا فقط صديق لهذا الأخ اللي مات أمامك.